الشرك ينقسم إلى قسمين. شرك دابش دبيتا دوبا شوى. أكبر وأصغر. قورو بتشوك. الأكبر نصر عافية السلامة مخرج من الملة. قوركي خوي قورة بنامام دا خاوانكي لإسلام دردكات. الأصغر غير مخرج من الملة. بتشوكك خاوانكي لإسلام درناكات. الأكبر إذا مات عليه نصر عافية السلامة فهو مخلد خلود أبدي في النار. جورك أجر كسيك لسري بمريات أوابه هتاعي لا أجر ده دمينته وخوي جورب أنا ما مدار الشرك الأصغر لا يخلد في النار خلود أبدي شركي بتشوك خوانكي بهتاعي لا دوزخ ده نايل يتوه كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو أصغر هرشي شتيك وسيلة به رجابه بو شركي جورا أو شركي بتشوك مراتب المحرمات أربعة أربع مراتب ما حرم الله سبحانه وتعالى أوي خوي جورا حرامي كردوت بريتيا لشوار بلا المرتبة الأولى الصغائر. مرتبة كم توانا بتشوكا كان؟ أعلى منها الكبائر. لو جورتر توانا جورا كان؟ أعلى من الكبائر الشرك الأصغر. لو برسلو جورتر شركي بتشوكا؟ أعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. إلا شركي بتشوك برسلو جورتر شركي جوري. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. هرشي عبادتك وبرسني بوجيكا لخواي جورا أنجام بدري وشركي جوري. يطوف حول القبور. بالدوري خورا كان ده صور دخوا. يصلي لغير الله. بوجيجا لخواي جوران يجدك. يذبح للجن. بوجنو كسر دبريت. يطوف حول القبور. بالدوري قبر كان ده صور دخوا. أي عبادة تصرف غير الله شرك أكبر. هرشي عبادة يبو غيري خواي جوران جام بدأ وشركي جورين. أمثل على الشرك الأصغر. نمونا لسر شركي بتشوك. الحلف بغير الله. سين خواردن بوجيجا لخواي جورا. يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. سين دخوا ببي غمري خوا عليه الصلاة والسلام. يحلف بحياته. سين بجياني خوي دخوات بحياة الأب بجياني باوكي بلحيته بريشي بأمه بحياة الأولاد بعد سين دخوا بدايكي بجياني من علكاني بتربة الأم بتربة الجد بالقبر الجد بخوري باوكي بخوالي دايكي بقبري دايكي نعم كذلك الرياء يعمل العمل حتى يمدح من الناس شركة صار هروها رياش كاريك دكابو وي خلقي سباس سباس بزاري بيت هر اوش الشركي بچوكا قول ما شاء الله وشئت وتني ما اخواي قولاوي سيليتي وتويش لولا فلان لحدث كذا اقر فلان نبوايا او كارا رويدادا هذا كله من الشرك الاصغر اما هموي الشركي بچوكا